مساء الخير اولا، وشكرا للاعلاميين ورجال ونساء الاعلام الذين يؤازرون دائما القضايا العادله. اليوم طلب مني ان، وهذا شرف لي، ان اسير هذا اللقاء في هذه الندوه الصحفيه التي ستعطى فيها الكلمه لممثلي نساء في جيك وممثلي اللواتي يشكلن العمود الفقري للاحتجاجات، وهي ظاهره صحية وظاهرة يمكن أن يفتخرها المغرب بها، المغرب عموما والوطن حتى على المستوى الدولي. يعني هذا الزخم النسائي لربما على حد علمي لأول مرة في تاريخ المغرب نشهد هذا الزخم في التعبئة النسائية في قضايا غير نسائية وغير نسوية، القضية الاجتماعية هذه قضية الماء. ثم يعني هذه الندوة ستعطى فيها الكلمة للنساء، طبعا ستعطى فيها الكلمة لبعض ممثلي تنسيقية الحراك دفاعا عن مطالب اجتماعية، وأسطر مرتين أو ثلاث على اجتماعية. الحراك ليست له مطالب سياسية معينة، وإنما مطالبه مطالب اجتماعية حقوقية داخل القانون، ويطالب بتطبيق القانون، ويطالب باحترام القانون، ويطالب باحترام ما ينص عليه الدستور من فصل السلط بين السلطات المحلية والسلطات المنتخبة في إطار القانون 1413 الذي يحدد اختصاصات المجالس المنتخبة. وفي حالة ما إذا كان المقرر مقرر المجلس الجماعي الذي صوت عليه في 26 أكتوبر 2023 مخالفا للقانون، فالقانون المغربي، نحن في دولة القانون ودولة الدستور، لا يعطي للسلطات المحلية حق التدخل في إلغاء المقرر. ما يعطيه القانون للسلطات المحلية سواء كانت عامل إقليمي أو باشا أو غيره، يعطي لهم الحق، يعطي للعامل وليس حتى للباشا، يعطي له الحق في الطعن في المقرر أمام المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية هي التي تلغي المقرر، المقررات التي تتخذها المجالس المنتخبة لا تلغيها تليفونات أو توصيات أو توجيهات من السلطات، تلغيها قرارات أو أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية. هذه هي دولة الحق والقانون التي نعيش فيها، دولة المغرب الذي فصلت فيه بين السلطات. إذن الحراك اليوم يدافع عن احترام الدستور، يدافع عن احترام القانون، يدافع عن احترام الاختصاصات الذاتية، ليست اختصاصات عارضية. اختصاص تدبير الماء وتوزيع الماء اختصاص ذاتي في القانون 1413، ليس عارضيا. وحتى القانون الجديد 83-21 الذي بموجبه ستنشأ هذه الشركات هو قانون في أحدى مواده يسطر على أنه يجب أن تصادق المجالس على تفويت أو نقل هذا الاختصاص إلى هذه الشركات، والمجلس صوت بالإجماع يوم 26 أكتوبر بالإجماع، أسطر عليها مرة أخرى، بما فيها الرئيس وبما فيها الأعضاء الذين انقلبوا في تصويتهم بعد 4 أيام بعد تدخل أو بعد اتصال من الجهات المعروفة. إذا قلت على أنه هذه الاختصاصات يجب احترامها، يجب احترام القانون في بلادنا. ثم هذا من ناحية القانونية أولا، ثم الاحتجاجات سلمية في إطار القانون، لا تعيق السير، لا تعيق الحركة، وبالتالي ليس هناك أي داعي لتهديد أو للضغط على المتظاهرين، لأنهم يمارسون حقا دستوريا، يعني جاء في دساسيرنا كلها ليس في دستور 2011 فقط. ثم نسطر أيضا على أنه في هذه الندوة ستعطى الكلمة لممثلي المعارضة داخل المجلس، لأن هناك أيضا تجاوزا قانونيا وتجاوزا دستوريا لصلاحيات المعارضة داخل المجلس. لأنه حتى إذا افترضنا أن المجلس قام بالتصويت في الدورة الاستثنائية بمحض إرادته ضد ما صوت عليه 4 أيام قبل ذلك، فالمعارضة لها حق، والمعارضة طالبت بعقد دورة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع فرفضه الرئيس الحالي، لا أدري هل بمحض إرادته أم بضغوطات، المهم أنه رفضه وكتابة، ويمكنكم الاطلاع على هذه الوثائق كلها. ثم الرفض عقد دورة استثنائية معناه إلغاء لحق المعارضة في طرح النقاط التي تراها للمناقشة داخل المجالس المنتخبة، وهذا في حد ذاته يعتبر مسألة خطيرة على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي في بلادنا، لأنه بمعنى ذلك أنه يتم، يعني إذا كان الدستور قد أعطى صلاحية واسعة للمعارضة في المجالس المنتخبة بصفة عامة سواء على المستوى الوطني في البرلمان أو على المستوى الجماعات، فإن منع المعارضة من إدراج بند
داخل جدول الأعمال لمناقشة تفويت الماء مرة أخرى في دورة فبراير العادية، ومنع المعارضة من حقها في الدعوة إلى دورة استثنائية لمناقشة هذه المسألة التي أصبحت قضية رأي عام محلي ووطني، فهذا يعتبر تهميشا للمعارضة وضربا لحقوقها المكتسبة في القانون وفي الدستور. ثم الأخطر من ذلك كله وهو أنه حينما نمنع المعارضة، أنا أقصد بالمعارضة المستشارون الثمانية الذين رفضوا التصويت على هذا التفويت، تفويت الماء لشركة الشركة الجهوية وهي شركة مساهمة، حينما نرفض إدراج المناقشة داخل المجلس فإننا بطريقة غير مباشرة ندفع بالناس إلى التظاهر في الشارع، لأنه لو سمح ولو قبل التداول في هذه النقطة الأساسية التي تهم المواطنين وتهم الساكنة وتهم جيوبهم وتهم حقوقهم المكتسبة، فإن النقاش كان سيتم داخل المجلس سواء في دورة استثنائية أو في دورة عادية، ولكن حينما تم الرفض فمعنى ذلك أن هؤلاء الذين رفضوا إدراج النقاش كمبادة تفويت الماء مرة أخرى في دورة استثنائية أو في الدورة العادية، هؤلاء الناس كأنهم هم الذين يحرضون الناس على التظاهر في الشارع، بما أن النقاش في المؤسسات المنتخبة أصبح غير مسموح به. إذن القضية لديها عدة أوجه قانونية حقوقية بالإضافة طبعا إلى الحقوق العينية للمواطنين، لأن ربما الخصوصية إحدى الخصوصيات، نحن نتحدث إجمالا عن القضية تفويت الخدمات العمومية في المغرب كله وليس فقط بالنسبة لفيقيق. فيقيق ربما هي اليوم هي طليعة في طليعة المدن والقرى التي تدافع عن استمرارية الخدمة العمومية للسيرفيس بيبليك، لأن التوزيع الماء والكهرباء هو خدمة عمومية أساسية، ليست من باب الترف أو الرفاهية، وإنما خدمة أساسية. وبالتالي اليوم المواطنون يدافعون عن حقهم في الماء، يدافعون عن حقهم في بقاء توزيع الماء خدمة عمومية، خاصة ونحن نتحدث عن منطقة مهمشة، منطقة بعيدة، حتى البنزين ربما يعني في جيج ربما تعتبر من المدن والقرى التي يباع فيها لتر البنزين للسيارات والحافلات أغلى بدرهم عن بقية المناطق نظرا للبعد وتكلفة نقل البنزين إلى مدينة فيقيق. فيقيق مهمشة من جميع النواحي، وحتى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر الجماعي بقيت حبرا على ورق بما فيها توصيات المتعلقة بالخدمات العمومية. إذن فيقيق اليوم لا تطالب بشيء غير قانوني، الحراك في فيقيق لا يطالب بمطالب سياسية أو غير حقوقية، الحراك يطالب بمطالب اجتماعية حقوقية ويطالب بالحفاظ على مكتسباته، خاصة كنت سأقول على أن هناك خصوصية معينة للماء في مدينة فيقيق، وهي أنها فيقيق هي التي بنت المدرسة العمومية في الأربعينيات وليست بالمال العام، فيقيق هي التي أيضا في بداية نهاية الخمسينات وبداية الستينات مولت من جيوب المواطنين وبعرقهم شبكة توزيع الماء في بدايتها، ثم تطورت في خلال الستة عقود الماضية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وبالتالي من حقهم أن يعتبروا على أن البنيات التحتية لشبكة توزيع الماء هي في ملكيتهم، ولتفويتها لطرف آخر ولشركة مساهمة يجب التشاور معهم في إطار الديمقراطية التشاركية التي نص عليها مرة أخرى الدستور. وبإجمالا يعني الحراك ما كان ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من هذا الاحتقان لو أنه فتحت أبواب النقاش والحوار منذ البدء، ولو أنه تم الإصغاء إلى المستشارين الثمانية الذين تصرفوا في إطار القانون، طعنوا في المقرر الذي انقلب على 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 التصويت والذي أراد أن يمرر الشركة، طلبوا يعني طعنوا في هذا القرار أمام السلطات المحلية لعام الإقليم، والمفروض أن هذا الطعن كان يجب أن يوجه أيضا عن طريق يعني بعد رفض العامل الأخذ به نحو المحكمة الإدارية.